اهلا بيكم يا شباب، معاكم كريم فؤاد، وان شاء الله هكمل معاكم توبيك الريفرنس. وقلنا اهميه الريفرنس ان هو ما فيش اي اساينمنت ينفع يتعمل من غير ريفرنس. وعرفنا ان في ويب سايتس كتير تقدر تساعدنا في الموضوع دوت، واتكلمنا عن اول ويب سايت كان جوجل سكولر وعرفنا الطريقه بتاعته. النهارده هكمل معاكم الويب سايت التاني اللي بيقدر يساعدنا في الريفرنس لو احنا ما لقيناش ان ال يعني ان الارتكل اللي انا جايبها مش موجوده على جوجل سكولر، لانها بتحصل ممكن تلاقي ارتكل انت جايبها ومش على جوجل سكولر ما لهاش ريفرنس. فاحنا بنلجأ للويب سايت دوت، بس افضل حاجه نستخدمها هو بيبقى اوبشن او اول اوبشن لينا هو الجوجل سكولر. ما ظبطتش في جوجل سكولر بنروح على الويب سايت التاني اللي هو سايت ذس فور مي، اسمه كده سايت ذس فور مي، بنستخدمه هو دوت، بندخل عادي عليه. تمام، وانا اصلا ببقى يعني برجع للارتكل اللي انا عايزها وباخد منها التايتل زي ما قلنا المره اللي فاتت، وقلنا لو التايتل ما طلعش معانا بنستخدم الدي او اي، بس هنا متوفر معانا التايتل، هنروح عند سايت ذس فور مي، وهنا بختار يعني الانواع اللي انا عايزها زي ما قلنا هناك ان هو بيبقى فيه فورمات مختلفه، فعلى حسب انا جامعتي ايه اللي مطلوب منها. ووضحنا فكره ان هارفارد غير هارفارد ستايل، يعني لان في جامعات بيبقى فيها مطلوب حاجه اسمها هارفارد ستايل، دي بتختلف عن هارفارد، وقلنا ان هارفارد ستايل المكافئ ليها هو الاي بي اي. فمثلا انا عايز اعمل جامعه عندي طالبه هارفارد ستايل او اي بي اي مباشره، فبختار اي بي اي، تمام، وبعمل ايه بقى هنا، بختار انا ايه نوع اللي انا عايز اطلع له ريفرنس. ممكن اعمل ويب سايت، ممكن اعمل لجورنال، ممكن اعمل لبوك، وهكذا. فانا على حسب انا اخترت ايه، فمثلا انا عايز جورنال، فبكتب هنا اسم التايتل، بعمله بيست يعني، وبعمل سيرش. بيطلع لي حاجات كتير، ممكن التايتل بتاعي ممكن مش موجود هنا، فهنا في الحالة ديت بستخدم الدي او اي عشان بيبقى اكيوريت معايا اكتر. تمام، بس مثلا هنفترض ان هو اللي طلع لي اول واحد دوت، انتوا طبعا تركزوا في النقطه ديت، لو ما لقيتوش نفس اسم التايتل تركزوا ان انتوا تنقلوا الدي او اي وتستخدموه. انا زي ما قلت لكم هفترض ان هو دوت اللي طلع لي، فبعمل سايت. هو بقى ميزته ان هو بيطلع لي، هو بيظبط لي كل حاجه، مجرد انا بعمل كونتينيو معاه. ممكن في حاجات انا اقدر ازودها لو هي مش واضحه، بس هو في الاغلب بيبقى هو حاطط كل المعلومات المتوفره، فبقدر اعمل complete citation. تمام، وبنزل تحت كده بلاقيه ظهر لي اللي انا الريفرنس اللي انا عايزه. هنا مثلا انا عايز اهو اسم التايتل، تمام، انا بقى عايز للريفرنس زي ما نقلته من جوجل سكولر للوورد بتاعي، فبعمل copy bibliography citation. تمام، هنا دي بتطلع لي ان هو بريميوم وكده، بس احنا مالناش علاقة بيها، نخرج منها عادي. انا كده خلاص اخدت الكوبي للريفرنس بتاعي، بروح على الوورد. تمام، مثلا انا هنا اهوت كنت ريفرنس، بروح عامله بيست اهوت، اتنقل لي هنا اهوت، هو ده الريفرنس بتاعي وبس. دي كده فكرة الموقع دوت، سهل جدا. انت نفس الفكرة بتاخد كوبي للتايتل وبتعمله في الموقع نفسه بيست، وبيطلع لك حاجات كتير. طبعا لازم يطلع لك هو بالاسم، انا ممكن ما طلعش معايا فبستخدم الدي او اي لانه ده بيبقى اكتر حاجة اكيوريت، وبيطلع لك التايتل بتاعك عادي، وتعمل عادي زي ما قلت لك شكل الموقع. نرجع له تاني نفس الفكرة، مش نخرج من ديت. تمام، قلنا اهوت طلع لي اهوت، وبيطلع لي اسمه وكل حاجه مظبوطه. انا عايز اخد باخد دي كوبي وبروح بيست في الوورد، وكده ده تاني موقع بستخدمه. ودولت افضل اتنين، يعني هو في حاجه ادفانس التاني اسمها اند نوت، بس انا مش هتكلم عليها دلوقتي، احنا هنركز على اسهل حاجتين. وقلنا اول اوبشن هو جوجل سكولر، والبديل بتاعه سايت ذس فور مي لو لقيت اللي انا جايبه مش في جوجل سكولر هلاقيه اكيد ان شاء الله في سايت ذس فور مي. وكده يبقى انا خلصت معاكم توبيك الفوق الريفرنس.
اللي هو اول جزء فيه الفول سايتيشن. هكلمكم ان شاء الله في فيديو تاني عن الانتكست سايتيشن، هو بسيط جدا، الفيديو هيبقى قليل جدا ان شاء الله يعني، وهيبقى برضو نفس فكرة، هستخدمه يا اما بالموقعين دولت، او ان انا بعمله مانيوال، والمانيوال سهل جدا فيه ان شاء الله. وشكرا لكم.